شي بوان ما حاليا كما قلنا وقفوا لي زيفينمون هو يحل السيت تاع الاي كوميرس. حل السيت تاع الاي كوميرس والو ما درت حتى شي حاجه ابليك داكشي اللي بارطاجي في لي فيديو وراه ديك معانا هو في اللايف قسما بالله الا الله بدا شي سيمانه هادي ما كينزلش على 200 باعه في النار باش نقدروا نديروا فلوس بزاف في التجاره الالكترونيه. لا جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 يعني 1000 يعني راه يعني بحال اللي قلتي انت بادي ب 1000 غادي نتوقع لك ان هادي دير واحد 23000 من هنا عام. دونك السي محمد من الحوايج اللي كيقولوا باش نساليو مع هادشي هذا كيقول لك انت يعني كتدغدغ العواطف ديال الناس وكتحمسهم كتعطيهم لا موتيفاسيون ولكن ما كتعطيهمش خطوات عمليه ما كتعطيهمش اللاصق باش انهم حتى هما يديروا لاباس ويعرفوا الاسرار ديال الدومين ديالك. خاي غنقول لك يا فهد الجواب في جوج الحالات الا كاين الحاله ديال اللي قاعد نقول لك انا واشنو غادي تسنى مني هذا اللي غادي نعطيه انايا راه انا قلت لك راه كاين في الانترنت وقلت لك راه كاين لي كوميرس وقلت لك راه شنو كاين وسرت خدم. القضيه الاخرين اللي كيتسناني شي حاجه راه ديجا بارطاجي في اليوتيوب ستيب باي ستيب يعني كليكي هنا دير هنا دير هنا. مي غنقول لك واحد القضيه اخاي بوبو كما كنقولوا ديما راه هي مايند سيت في الاخر على حقيقتاش انا واحد الانسان اللي جيتو معايا في الطاطا غادي ندوي معاك في الضبط ديال الضبط شنو كيطرى. كاع الفيديوهات كاملين اللي كنبارطاجي في اليوتيوب فيهم ساعه كاين اللي فيه 26 دقيقه لك طري فيهم ساعه شكون هو اللي كيتفرج حتى الاخر شحال 6.2.9 اكزاكتلي 2.9 هي اللي كتفرج حتى الاخر. هذوك الناس اللي كيتفرجوا حتى الاخر هما اللي غادي ينجحوا ما يمكنش هذه البارطاجي انايا علاش شفتي المشاهدات هذه خلعوا كتقول واه اللي نص مليون مشاهده عنده في اليوتيوب في هذا الفيديو هذا تاع الاي كوميرس الفيديو الاخراني عليه شي 79000 شي حاجه بحال هكا اخر فيديو بارطاجي حتى شي 3 ايام هادي على شي 79 تقول وايل ولكن انا ما كيهمنيش ديك 79000 اللي كتبان للناس انا كيهمني شحال النسبه اللي وصلت حتى الاخر النسبه اللي وصلت حتى الاخر كتلقاها ديما 2 شي حاجه يعني ما كاملش حتى 3% وهادو اللي كيكملوا حتى الاخر هما اللي كيجيو كيدوو معايا نعطيك مثال واحد الدري ديما سيبور ماشي ديما تنبقى نوي كندويو ما عرفتش كتعرف الكيشي بوان ما وي وي كنسمع به كنسمع به كتعرف توفيق الكيشي بوان ما الكيشي بوان ما توفيق شفتو الكيشي بوان ما حاليا كما قلنا وقفوا لي زيفينمون هو يحل السيت تاع الاي كوميرس حل السيت تاع الاي كوميرس والو ما دار حتى شي حاجه ابليك داكشي اللي بارطاجي في لي فيديو وراه ديك معانا هو في اللايف قسما بالله الا الله بدا شي سيمانه هادي ما كينزلش على 200 باعه في النار. هي كاين واحد خونا ولكن ما يمكنش نقارنوا ما بين مول الكيشي واحد خونا داوي مول الكيشي واحد السيد قديم في لونتربرونيا وكيتقاتل وباش تطلع الكيشي راه شلا مشاكل وباش يبدا يبيع لي تيكيت ديال الرجاء عنده في الكيشي بوان ما يبقى يعاود لك يقدر يدير معاك لايف فيه 12 ساعه يعاود لك على المحنه باش يجي يقنع الناس ديال الرجاء يوليو كيبيعوا التيكيت اونلاين وتجي تباع تيران يعني ملي جا ابليكا داكشي وبدا تيجي اكثر من 200 مبيعه في النهار ويقول لي دخلنا عليك بالله واش تشوف لك الضوط تصرح لهم قلت ليه ويقول لي واحد الله الا متلخين ما اكزيكيتوش قال لي راه مسيقش انا الله اكزيكيتي هذا الشيء ما كاملاش سيمانه اكثر من 200 مبيعه في النهار. هذا واحد وكاين بزاف الناس بيان داكور هذا مثال وحتى عبد الرحمن الزاهد كيعاود لي عليك بزاف وعاونتيه بزاف في دي تروك لي تكنيك حتى انه لانصا الحمد لله الشركه ديالو هذا. دونك السي محمد هذا المايند سيت هذا المايند سيت ديال سيلف ميد مليونير يعني. واش كيتكتسب ولا كيكون من الصغر؟ لا ما نقولش كيكون من الصغر الحقيقه شقاي بوبو انا قاعد الناس فهمتي اللي تتلقاه مثلا بحال هكا كنقول شي حاجه كيقول نصاب كنقول شي حاجه تيقول باينه بالحشيش باينه بالبورنو باينه بشي حاجه انا كنت من هاد الناس هاد فهمتي يعني انا تزاديت في واحد الوسط في دواري زيكي كان اي حاجه ما يمكنش كنتقبل ان شي واحد يدير شي حاجه واعر ما كنتش كنتقبلها وما يمكنش اصلا العقل ديالي ما كيسمحش ليا لدرجه ان كنت ملي كنت صغير كنت شفت واحد الدري صاحب نشره ليوناردو وانا قلت وايلي الا مشيت دابا الصيف وخدمت فلوزي نتاع المشماش تاع الكوفيتير وخدمت ب 50 درهم في النهار وبقيت كنضربها في 90 يوم اللي عندي العطلات الصيف يلا غادي نكون جمعت 90000 ريال ولكن داك ليوناردو اللي شاري هو يدير شي 3 المليون وكنت ديال الحماق فهمتي ديك اللعبه ديال هو كادي ندير نجمع 3 المليون للدرجه هادي وديك الساعه ولات يبان لي داك الدري صاحبي وليت كنقول فريمون غادي يكون باع الحشيش ولا دار شي حاجه يعني هادي يعني ملي كنشوف الناس حاليا كنعرف
راه حتى انا كنت واحد النهار تمايا، حتى انا كنت كنفكر بحالهم، حتى انا كنت فهمتي عادي، ولكن مع الوقت مع الوقت مع الوقت دازت سنين عاد بديت كنستنتج از مايند سيت. ولكن اللي نقول لك اكد عليا بزاف ما كان ديما كيبقى الشك. شتي واخا تسول تجي عندي في 2012 تقول لي هذا النجاح اللي حققتي واش المايند سيت هي اللي من وراه، نقول لك المايند سيت ورضات الوالدين والزهر وصدقات. ديما كان عندي ديك القضيه ديال يقدر انا محظوظ، يقدر انا محظوظ، يقدر انا محظوظ، يقدر والله كان عندي السبب واحد ديما الشك هذا. دونك شي ربع سنين لا، ولكن دابا قلتي كاينه واحد لا فورمول، فورمول فيها المايند سيت، فيها رضات الوالدين، وفيها الزهر، وفيها الخدمه. ولكن لا يعني انت الخدمه حيت الخدمه انا كنت كيبان ليا، كنت كيبان ليا نقول لك واحد قبل واحد ربع سنين هادي، نقول لك حتى تنقول لبنادم خاص تير باش تنجح ولا كذا شي ربع سنين قبل هادي، وتنقول ويقدر في الاخر ما تصدقش ليهم هذا الشيء كامل على حقيقتاش. يقدر انا تكون صدقات ليا من الاخر، ولكن واحد ربع سنين هادي ملي كنت خدام مع واحد المينتور، هو المينتور ديال براين تريسي. هاد السيد هذا هو المينتور ديال براين تريسي، كنت تعرفت عليه، وهو المينتور تاع ناتالي غليبوفا ملكه الجمال ديال تايلاند. كنت تلاقيت مع ناتالي غليبوفا فواحد ليفيرمون في بانكوك. المهم القصه كي جات كانت كدوي على قانون الجذب، ما قانون الجذب، قلت لها كيفاش توصلتي لهادشي، قالت لي صراحه اللي عاوني هو واحد المينتور سميتو فرتلان. قلت لها ويلي واش زعما الا بغيت نخدم معاه ممكن نخدم معاه، قالت لي ما كاين حتى مشكل، وراتو ليا فداك ليفيرمون ومشيت دويت معاه وصافي. وفي الاخر في الاخر استنتجت بلي شوف هو نجح راه علم، وداك العلم كامل مرتبط بالمايند سيت. ولكن حنا بزاف شنو كيجي اخاي بوبو، تيبغي الطريق، والطريقه راه ماشي بوحدها ما كافياش. يعني ديك كليكي هنا كليكي هنا كليكي هنا بوحدها ما كافياش، على حقيقتاش يقدر يجي بي على جوج. ولكن تصورتي طرا ليه شي مشكل تست ليه كونط، ما كتكونش عنده ديك القضيه ديال لا طحتي عاودوك. داكور، قلتي بان هذا المايند سيت هذا علم، علم واخا يعني واخا الواحد يعني النجاح، النجاح النجاح كامل تنقول نشدو النجاح كامل نقولوا علم. النجاح في اي مجال، يعني راه شوف النجاح في اي مجال راه علم. باش تنجح مع الله راه خاصك تصلي خمسة المرات في النهار، فيها الالتزام، فيها الانضباط، فيها الوقت، وفيها الاستمراريه. بغيتي تنجح في الخدمه فيها الالتزام، وفيها الوقت ديال الخدمه، وفيها سميتو فيها الاستمراريه. كاين السي محمد اللي كي من ضابط وكيخدم وكيدمر، ولكن ما كيوصلش لدي ريزولتا. يعني بحال دابا انا كنعرف بزاف الناس كيقيلوا ما يقراوا في قانون الجاد والديفلوبمون بيرسونيل، وكيقيلوا يتفرجوا في لي كوتش، ويقيلوا يعاونوا يديروا يدخلوا في بروجي من هنا بروجي من هنا، وكيفشل في كل شيء وكيفقد الامل، واخا كيعاود يحاول كيفشل وكيبقى بحال هكاك. يعني ما طاحش على داك السكري، ما طاحش على لي كوتش. لا اخي بوبو، لا اسمع لي اخي بوبو، ما يمكنش يكون كيفشل 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 في كل شيء. يقدر يكون دار، شوف على حقيقه ساهل اني نقول لك راني جربت وفشلت. هو مثلا اجي نجي اجي نجرب حاجه وحده، اجي نجرب هي نهار واحد ونقول لك راني فشلت. على حقيقه راه شحال من واحد اخي بوبو كنشدو كنزيرو تيقول لي مثلا انا خدمت الاي كوميرس شهور وما درت والو. كنقول له دابا تجي تجبد لي بيسك وتوريني 6 شهور. 6 شهور نقول لي انت كاع معطل، كدير حمله اشهاريه في نهار، وريني شحال من حمله اعلانيه درتي. واخا دونك نمشيو فهاد السوجي السي محمد، كيفاش نقدروا نديروا فلوس بزاف في التجاره الالكترونيه؟ لا يعني اهم خايب بوح ماشي بزاف، على حقاش ملي كنجيو بزاف كل واحد وبزاف ديالو. ولكن ديما كنقول انا في التجاره الالكترونيه داكشي اللي كتانفيستي داكشي داك راس المال ديالك غادي تحاول تجيب منه واحد 30% 40% على كل بيريود. كاين اللي كيحط التارجت هو 3 شهور، كاين اللي كيحط التارجت هو شهر. في الشركه عندنا 30% تنحاولوا نحطوا التارجت ديالنا 30% كل شهر وصافي. يعني عاوتاني ملي نجي نقول اخاي بوبو حنديروا فلوس بزاف، كاين بنادم اللي كيجي بديك الثقافه اللي عندنا في المغرب كثيره ديال ما باغي نعطي والو وباغي ندير فلوس، يعني باغي ندير المليار وما باغيش نحط حتى شي حاجه. ومش غادي يحطهم على حقاش ملي كنقول حط يقدر في ماشي واحد يحطهم معايا، لا انا ما تنديرو حتى شي حاجه. غتحطهم مع الاشهارات في فيسبوك، غتمشي تشري لي برودوي يا من تشاينا يا من سميتو، تشري شي برودوي باش تعاود تبيعو. هادي راه تجاره، يعني تجاره هي خص واحد البرودوي ودير ليه اشهارات باش توصلو وتخلص. يعني في الاخر داك الربح ديبون على راس المال ديالك، على حقاش ملي كنجيو تنقولو يدير الفلوس بزاف كتبقى مفتوحه شحال بزاف. هادي مليون جوج المليون 10 مليون ديال الدولار مليون ديال الدرهم، هي في الاخر انا ديما تنقول للناس راه التجاره الالكترونيه فيها فرصه.
ولكن باش دير واحد 30% ديال راس المال ديال. ولكن الا درنا واحد القضيه فين ما حداش شي ممكن بليز تعطيني البورطابل. الا درنا 30% بلاد ما تجي 30% قليله و30% خايبو بحره بزاف بزاف ديال البسطح. على حقاش الا درنا غنحاول ندير 1000 ونضربوها في 1.3 يعني الشهر الاول 30% هي 1300 درنا لها 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 راه ولات شحال صبر ندير 1000 مضروبه في 1.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يعني 1000 يعني راه يعني بحال اللي قلتي انت بادي ب 1000 غادي نتوقع لك ان هادي دير واحد 23000 من هنا عام. كاين ناس داروا اكثر وكاين ناس ما قل ممكن ما نقولش لك لان هادي شي واحد يدير اقل وكاين اللي يخسر يقول لك لا حتى انا درت وخسرت. شوف اخاي بوبو 30% كاين بزاف ديال الناس اللي ها هو بدا ب 1000 غادي يدير 23000 يعني بحال قلتي بدا بمليون غادي يحط واحد التارغيت ديال من هنا عام ديال الخدمه في لي كوميرس خاص تكون عندي 23 مليون. ولكن المشكله ديال الدراري هي ما حاطين لا تارغيت لا والو. اجي يقول لك انا باغي ندخل يبدا تجارته هو مشى يدخل على خاطر كنسمع حنا دخل يصحابو يدخل معايا انا لا ديما كنحاول انا نحتاج انا ما كنروش حتى لشي حاجه تنقول لك سير بدا لي كوميرس ديالك بعيد عليا انا كنقول لك راه كاين في لي كوميرس ميت. اجي يجي يبغي يبدا ب 5000 درهم وتتوقع انه يدير المليون دولار بعد عام وهادشي ما كاينش.